صباح الخير. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب مترافق بتيارات غربية بطبقات الجو العليا. بيكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة. الرياح غربية معتدلة تنشط أحيانا، أما البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وهلا منروح سوا بجولة صغيرة على درجات الحرارة بالمحافظات السورية. هيدي كانت أخبار طقسنا لليوم، خليكن معنا وتابعونا بنشرات جديدة.